ما ثم حتى مقاوم للتنمية إذا كان أغلق معبر رأس جدير. حسوا بالشيء هذا، يذلون بها أكثر من الحساب منفذ رأس جدير. اليوم نشوفوا في شاحنات ليبية وعندنا أكثر من تقريبا شهرين شلل تام للتجارة اللي يسموا فيها هم تجارة موازية، هي مش تجارة موازية، تجارة معيشية. شعب بن قردان اليوم هم يهربوا في الموارد متاع التوانسة، الشعب التونسي يهربوا فيه معناتها بالشاحنات الكبار. اليوم بنقولهم استو البرجوازية اللي يقول لك رانا قاعدين تصدير وتوريد، هذا مش تصدير، هذا راهو تحت الطاولة كل شيء في النوار، هذا ماهيش كل شيء متاع ديوانة، هذه عادية مولي كاميون يأمن في سلعة توقع الديوانة تسكر بالشرلية. ايه مفتاح الديوانة، هذا مفتاح الديوانة في تونس. شوف هذا يقول لك ماشية هاي سيدي، هذا كلها ماشية في النوار هكاك. وهذا مفتاح، لا 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 تصدير، هذا مفتاح الديوانة، تصدير بصفة غير قانونية. هذا مفتاح الديوانة تسكر برا السلعة، ايش الديوانة سيدي تطور بدات تسكر بالشرلية في تونس. لا حتى البلاستيك غير افتح لنا ده، صور سيدي هاي صور هاي سيدي، هذا الرصاص وهذه كرشمة بتاع الديوانة، ها هذه بتاع الديوان، ديوان تونسيان، ها هاي هاي بالشعار الديوان، هذه امور قانونيه، هذه خويا امور قانونيه، والاخرى خويا تهريب رؤوس الاموال اللي هربوا هذا يكذبوا علينا، رؤوس الاموال مهربين تهريب. الكاميون الازرق والكاميون القري هذا امور مهمش قانونيه وبنحزوهم هنا ماش معديه على تجي من الديوان. شوف شين درد هذا بالنسبه لهذا خونا، والاف مؤلف يتعدوا الاف مؤلف. اعطونا ما نخدموا في بلادنا، اعطيتونا بلاكه نتاع منطقه صناعيه، بلاكه اشهاريه نتاع منطقه صناعيه، تينا عرفوه الضوء اللي في البلاد ما مشيناش، ما يمشيش الضوء حتى بمعمل نجارة، مش منطقة صناعية. كذبة من كذبات الدولة قاعدين نستنوا فيها، ما 2020 إن شاء الله تتحقق الشيء هذا. بلاد هل من المعقول أنك تعمل منطقة صناعية في بلاد ما فيهاش قناص؟ هل تحكي لي على منطقة لوجستية؟ ما كنتوا تحكون على منطقة لوجستية تتكلم بمليارات المليارات، وين المنطقة اللوجستية؟ ولت بلاكة من المنطقة اللوجستية صورنا بلاك متاع منطقة صناعية بعد 5 سنين، وإحنا نناضلوا ناس عندهم مصالح من وادي الزرقاء حتى الرأس جدير، ناس رؤوس أموال كبار اللي عنده معمل سميد، واللي عنده معمل الطماطم، واللي عنده معمل الكوش، واللي عنده معمل الحليب، هذاك هو اللي في مصلحة باش يعمل طرود، باش لربما احنا ما نحتاجوش كما اليوم. يقول لك خليه يتعدى الكاميون وهو خليه يحتاج في ظل غياب التنمية. احنا نقول له هديتونا الطرود بارك الله فيكم، لكن كأنك ما هديتني دار، انا عندي دار لا فيها لا بيبان لا بشبابك ولا هم ليقوا ما فيها حتى شيء، وعطيتني وقلت لي ركب فيها كليماتيزير.